الرجل عادة وقتاش يحس روحه كبير كي تموت يمه وكي يموت باباه وكأنه يولي عجوز ضربة واحدة. اسكو عشت هذا الشيء يعني؟ أكيد. شوف يقول لك ليس يتيم يتيم الأب. اسمح لي حسن برك أنا علاش نسقسي فيك هذه الأسئلة، والمشاهدين أكيد ربما راح يحسبوا بلي أنا أقلب عليك المواجع، ولكن أنا نسقسي فيك هذه الأسئلة باش الناس يعرفوا النعمة اللي راهي عندهم، لأنه كاين بزاف ناس والديهم عايشين بصح ما يعرفوش قيمتهم يعني. صدقني الله يرحمها، ولكن دائما أبتسم لأني مديت لي ما واش نحب. واش كانوا وصاياها قبل ما تموت؟ اسكو كانت اسكو وصاتك جميلة؟ وصاته في جميل أخته الصغيرة. كبيرة؟ كبيرة. عندي أخت أنا في البيت في سنة 1978 ولا أحمل الآن الشرفة الإسلامية سنة 1978 أحملها اليوم من هذا الحصار. واش صرا؟ مسؤولية. سأحكي قصتها. كانت بطلة في الجري خاطر أنا عدا في ألعاب القوى كذلك. أختي في سنة 1978 كان فوج المنى دوم إلى القبة، وأنا من حي القبة اللي كانت فيها الرياضة مشهورة آنذاك في ألعاب القوى. جرات تبلوكا لها جونو بكري مصطفى باشا الوحيد اللي موجود بيشا سيرفيس بيشا داروا لها بلاط بكري كتكسر هنا ولا تبلاط تبلوكا لك شي حاجه البلاط ما كانش يدير لاتيرال كان يدير حتى لهنا والناس على بالها واش راني نحكي. خمت جلها رجلها مرضت في المرضي اسمها لوستوميليت الان في عمرها 34 و50 سنه. انا احمل الكشافه الاسلاميه لان ما الان في عمرها 52 سنه لا دار لا دوار لا مال يدخلها ولا شيء راهي اونديكابي. دارت 32 اوبيراسيون او اكثر. اختك هذه قعدت 6 أشهر يما الله يرحمها يتنقي لها بالكروشي البلاط ما ينحولهاش حتى خمت جرجلها. لا لا يقول لك هناك في 1978 وهي مريضة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ومازال تداوي إلى يومنا هذا. لا بلدية القبة تعترف بهذه المريضة ولا منظومة ولا الكشافة الإسلامية لا تعلم كذلك. 78 تقول لك خلاص جازت جينيراسيون دي جينيراسيون واحدة بين آلاف يعني. يسر أنا نحكي المشاكل كيفاش الإنسان ما عنده يشوفوك على أساس أنت راك هكذا. أنا الوصية تاعي كما كنت تقول اليما تاعي وأنا نفتخر الآن اليوم راني واقف على جيري ونضحك ونبتسم لأن يما مديت لها كلش وخوتي وخياتي على بالهم هذا وحتى الأصدقاء حتى المقربين مني. صح صح الوصية تاعي أختي والله نبقى طول حياتي حاجة اللي تحتاجها فوق هذه أشهد بها. لكن حاجة اللي تغيظني واللي تغيظني من الناس واللي تخليني دائما بعض الحالات ندخل واحد الباب هي فقدان الامل في اننا خلاص ما كانش كما كتقول كي تروح لك الام خلاص راح كلش تدخل يا راح تيما واش ندير ما عندي حتى حاجه في ما نقدرش ندير والو خلاص تربط. لكن لا اذا رحت الام راه خلاص الدنيا بالعكس لازم تفرحها هي في قبلها. شكون وقف معك في هذا البريود يعني مات باباك ومات تيماك؟ كي مات بابا ما وقف معي حتى واحد. تقدر وحدك يعني؟ بالعكس 2004 تبقى وصمة عار لكل الزملاء إلا البعض. زملاء يعني خيبوا ظنك كنت تسنى يكونوا واقفين معك ماشي خيبوا ظني ريبوا ظني فرق بين خيب الظن بالعكس. أنا كنت تلقى أنا ما نتكلمش عن النساء أنا ما نتكلمش عن النساء لأن النساء كلها عندها ظروفها وكلها عندها مش أنا نتكلم على من يسمي نفسه رجلا. طيب مانيش حاب انا نعرف شكون لانه لا اعتقد انه التفاصيل تاعهم. الاك حاب تسميه ماشي مشكله لكن انا مانيش حاب لماذا تسمي الاسماء لانه انا ما نرجعش الماضي انا شوف حلقوا الكلمه وتفهمها لي مليح. انا الكتاب نقلب الصفحه ما نقطعش الورقه. طيب مدام سالي وحسان يعني الشيء الغريب عندكم في زوج يعني انا استغرب مره اخرى انه كيفاش كنتوا تقدروا تفصلوا يعني تفصلوا التجارب الشخصيه اللي راكم عايشينها وحجم الالم والمعاناه وتخرجوا للمشاهدين تضحكوا وتضحكوا وبلا حاجه ما تبان عليكم. علاش يعني نوري اسمح لي فاسي فاسي القدره هذه من جيبها ماهيش قدره ولكن هذا من تربيه البنادم. نرجعوا لهذا الشخص اللي انا نشوف فيه
تربيته اللي خلت بنته عندها قناعة بالمرض، تربيته اللي خلى بنته تقتنع ان رجلها بعد عليها ومازالها تهدر فيه محاسنه، ما تهدرش فيه مسيئه. هذه تربيتنا، خلقنا. مانيش انا من حي شعبي ويعرفوني باللي مانيش نزايد ولا نزيد. ولا جات من منطقه اقصى من الجزائر ما جابهاش باش جات لهنا، جات تطلب علم، جات تطلب حياه، جات تطلب انها اليوم راهي متزوجه برجل رائع جدا، ما عندها عائله كما دالك كما هي كما سالي كما كاع المجموعه يعني كبرت. انا نقول لك نخرجوا للوجه المدوج ابتسامه، ماهوش عند هذا الجزائري ماهوش يستنى فيك باش تحكي له حياتك، انه ابتسامه، ابتسامه لاخي. يعني كاين حاجه كي تري امبورتونت، إن الله لا يرفع البلاء حتى يرضى عبده به. به. يا أخي ربي ما حتى يعرفك باللي رضيت بهذاك الشيء باش يرفع عليك.